بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننتقل إلى عالم ونجم جديد وشمس من شموس القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نشروا القرآن في بقاع الأرض، ألا وهو سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، الذي جلس للإقراء في الشام ومات فيها، وإليه تنتهي أسانيد قراءة أهل الشام قاطبة، ليس في عصرنا بل في العصور الماضية. أبو الدرداء رضي الله عنه توفي سنة 32 من الهجرة النبوية الشريفة. يقول الإمام الذهبي عنه في كتابه معرفة القراء: هو معدود في من تلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أبدا أنه قرأ على غيره، لأن بعض الصحابة كان يقرأ أحيانا على بعض الصحابة، لكن أبو الدرداء قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهو معدود في من جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي عنه أيضا: وتصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان وقبل ذلك. أيضا يقول مسلم بن مشكم وهو من تلاميذ أبي الدرداء أن أبا الدرداء قال له يوما في مسجد دمشق الجامع، وهو ما يعرف بالمسجد الأموي، قال له: أعدد من في مجلسنا، يعني أحصلي الطلبة الموجودين. قال: فجاءوا 1600 ونيفا، 1600 ونيفا. لكن هؤلاء 1600 ما كانوا يجلسون هكذا في حلقة واحدة وبالشكل الفوضوي، كان أبو الدرداء يرتبهم كما سيأتي معنا في الآثار الآتية. 1600 ونيفا، فكانوا يقرؤون ويتسابقون 10 10، يعني كل حلقة فيها 10، كل حلقة فيها 10، ف1600 معناها 160 حلقة. أرأيتم؟ 160 حلقة، كل حلقة فيها 10، ما شاء الله على هذا الترتيب. يقول سيدنا مسلم بن مشكم تلميذ سيدنا أبي الدرداء: فإذا صلى أبو الدرداء الصبح انفتل يعني التفت وقرأ جزءا، فيحدقون به يسمعون ألفاظه. هذه يفعلها أبو الدرداء تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب ومع غيره من أصحاب رسول الله، لما كان يجلس بأبي وأمي فيقرأ بفمه الشريف وهم يستمعون بآذانهم ويحدقون بأبصارهم ليضبطوا من فمه الشريف القراءة. فأعاد العمل نفسه سيدنا أبو الدرداء مع الجيل الذي بعده، انفتل إذا صلى الصبح انفتل وقرأ جزءا، فيحدقون يعني يملؤون أبصارهم منه لا يلتفتون إلى غيره يسمعون ألفاظه. وقال هشام بن عمار من قراء الشام الكبار، وهو تلميذ يحيى الزماري، ويحيى الزماري تلميذ عبد الله بن عامر. يقول هشام بن عمار: حدثنا يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: كان أبو الدرداء يصلي ثم يقرئ ويقرأ، يقرئ الآخرين ويقرأ هو، يعني يقرئهم، فإذا أخطأوا قرأ وصحح لهم. وهو الذي سن هذه الحلقة للقراءة. سبحان الله، يعني كلا الصحابيين الجليلين عبد الله بن مسعود في الكوفة وسيدنا أبو الدرداء في دمشق، كل منهما لما كثر عليه الطلاب قام بنفس العمل، قام بتجزيء الطلاب إلى حلقات، وهو يقرئ الكبار الذين قاربوا على النهاية وأتقنوا القسم الأعظم من التلاوة، ثم هؤلاء بدورهم يقرئون المبتدئين ويقرئون الصغار. إذن هكذا يكون الترتيب والتوسع في الحلقات وفي غيرها بناء على الحاجة. وهو الذي، يعني أبو الدرداء، سن هذه الحلقة للقراءة. أيضا وقيل الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 منهم ملقن. أرأيتم؟ ملقن يعني يلقنهم الحروف، ولكل 10 منهم ملقن. وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائمة. إذن شوفوا، انظروا سيدنا أبو الدرداء كم عمل يقوم بالتخطيط،
يقوم بالتعليم المباشر بالقراءة، هو يقرأ ليسمع تلاميذه، يقوم بعد ذلك بالعملية المعاكسة، هم يقرؤون وهو يصحح، يقوم بالإشراف على الحلقات، كل هذا ليضمن رضي الله تعالى عنه جيلا من بعد جيله يحملون أمانة القرآن العظيم بأمانة إلى الأجيال الذين بعدهم. هؤلاء سلفنا يا شباب، هؤلاء سلفنا يا أمة الإسلام، علينا أن نقتدي بهم وأن نسير كما ساروا، عسى أن يلحقنا الله عز وجل بهم. إذن الذين في حلقة إقراء بالدرداء كانوا أزيد من 1000 رجل، ولكل 10 منهم ملقن، وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائما، يدور من حلقة إلى حلقة، فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء، يعني يعرض عليه. إذن لا يصح الشيوخ الكبار أن يقرؤوا المبتدئين الصغار، لا يصح. لماذا؟ ليس تكبرا يا إخوة، وإنما حرصا على أن تكون الفائدة أكبر، على الشيوخ الكبار أن لا يقرؤوا إلا المنتهين الذين يجمعون القراءات، أو الذين يريدون أحكموا أغلب أحكام التجويد وبقيت عليهم بعض الدقائق في التجويد ويريدون قراءة ختمة الإجازة. أما الذين ما زالوا في طور الحفظ ويحفظون جزء عما وتبارك فبارك الله فيهم، ولكن هؤلاء لا يقرئهم الشيوخ الكبار، خاصة إن كان على الشيوخ الكبار إقبال وضغط، عندئذ عليهم أن يلجأوا إلى أن يجعلوا طلابهم هم الذين يقرؤون هؤلاء المبتدئين، عملا بهذه السنة التي سنها لنا أصحاب رسول الله ومنهم أبو الدرداء. فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي الدرداء، يعني يعرض عليه. بهذا نكون قد تكلمنا عن هذا الصحابي الجليل سيدنا أبي الدرداء، الذي كان أساس انتشار القراءة في بلاد الشام، وعنه أخذ عبد الله بن عامر، وعبد الله بن عامر هو الذي من بعد أبي الدرداء نشر القراءة في الشام، رضوان الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا في زمرتهم، وأن يحشرنا تحت لوائهم، وإلى لقاء في الحلقة القادمة نتكلم عن شمس جديدة وعن عالم جديد من أعلام القرآن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.